عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية نضالية عالية من داخل إطارنا العتيد للتنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة بتطوان. تحية تعز وإجلال لكل من لبى نداء التنسيقية. الاسم ديالي كابتن نجاري، طالبة في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، تخصص ممرضة مختصة في أمراض الشيخوخة، الأسدس الثالث. جاءت هذه الوقفة استنكارا للمهزلة التي تقوم بها وزارة الصحة ضد الطلبة والخريجين والممرضين للمعاهد العليا، وذلك من خلال رفضنا التام لجميع أشكال التعاقد، رفض إدماج الخواص. رفض إدماج الخواص كيعني كيفاش أن واحد خارج من التسعة قريف بريفي مدارس غير معترف بها من طرف الدولة وكيدمجوهم معنا في الوظيفة العمومية. هنا كيكون انتحال صفة ممرض. هذه أول حاجة، لأن هما ماشي ممرضين. كيفاش واحد قاري 6 شهور وكتسميوه أنه ممرض؟ كيكون التطاول على المهنة. حتى المواطنين كيتشكوا. في أغلبية الأوقات كنسمعوا السبيطار فيه غير القزارة، السبيطار فيه غير المجرمين. حنا أول حاجة ماشي مجرمين، كنتوما كمواطنين خصكم تعرفوا شكون اللي كيتعامل معكم، واش ممرض خريج من معهد عالي للمهن التمريضيه، ولا واحد خارج من التسعه ولا من الباك ومشى عمل شي 6 شهور التكوين وجا كيقول على راسو بانه ممرض. كذلك غنوجه واحد الرساله للاساتذه، مع احتراماتي لكل الاساتذه، واللي بلا بهم ما كناش غادي نكونوا حنايا وصلنا لهذا المستوى اللي حنايا فيه دابا كطلبه للمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. خرجوا في تصريحات كيقولوا بان الممرضين عندهم صالير اكثر منهم اللي هو 6000 درهم. اول حاجه احنا الصالير ديالنا الاصلي هو 4800 درهم، عندنا 1300 درهم هذيك داخله في التعويضات عن الاخطار المهنيه. حنايا الصالير ديالنا الاصلي هو 4300 درهم، وانتم كاساتذه حنا متضامنين معكم لان انتم اللي قريتونا ووصلتونا، ولكن فاش تكونوا كتدافعوا على الحقوق ديالكم ما حتىش يدخلوا طرف اخر اللي حتى هو عنده دور مهم في المجتمع. السلام عليكم، معكم سليمان توتوح، خريج بالمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، تخصص متعدد التخصصات، دفعه 2020 2023. جينا نجسدوا اليوم وقفه محليه ذات طابع وطني تجسيدا لمخرجات البيان الوطني المعقد 5 نوفمبر 2023 بالرباط. جات هذه الوقفه نظرا لمجموعه من المشاكل التي يعانيها الجسم التمريضي بصفه عامه والطلبه بصفه خاصه، حيث يعاني الطلبه مشاكل كثيره داخل المستشفيات من اكتضاض مع المتدربين الخواص، ومن غياب المؤطرين، وكذلك لضعف البنيه التحتيه للمعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، مما يؤثر سلبا على تكوين الطلبه وكذلك من المشاكل التي من المشاكل المتوقعه من النظام الاساسي، حيث يضرب في صميم الاستقرار المادي والمعنوي للجسم التمريضي. ونستنكر جميع الاشكالات التي تتجه بها الوزاره الوصيه لفرض التعاقد على فرض التعاقد في مجال الصحه، حيث هذا النظام عرف عديد من المشاكل في قطاع التعليم. تحية عالية من داخل إطارنا العتيد، التنسيقية المحلية لطلبة وخريجين ومزاولين المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنية الصحة، تحية العز والإجلال، وكنبغيو نشكروا الصحافة حتى جات ولبت الدعوة ديالنا باش نشرحوا للمواطنين والمواطنات المشاكل اللي كيواجهوها الممرضين، وما يقولوش غير الممرضين ما عندهم حتى شي دور، بالعكس الممرض عنده دور كبير في المستشفى، هو اللي كيكون مع المريض من الدخول ديالو حتى الخروج ديالو، وكيعاونوه بزاف الحاجات في لي بزوان ديالو، في ليجيان، في التريتمون، يعني في كل شيء. يعني خصو المواطنين يبقاو يحتقروا الممرض ويعطيو له واحد الشان. لذا حنا كنطالبوا الوزاره باش تعطينا واحد التعويض عن تدريب استشفائيه لطلبه المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. ما كيستجبوش لهذا المطلب، وعاد كاينين بزاف الطلبه يعني ما عندهمش المنحه وبزاف الحاجات، وحنا بزاف الاخطار كنواجههم في السطاج وما عندناش شي تعويض عليهم. وخصنا واحد الحاجه اللي هي عدم ادماج الخواص في الوظيفه الصحيه. يعني الخواص ما هو كيقرف حنا، ما هو بزاف الحاجات، وكتجي الوزاره كدمجوا معنا وكيعطلنا على بزاف الحاجات. حنا ماشي ضد الخواص يكونوا ولا شي حاجه، بالعكس عندهم مراكز استشفائيه ديالهم، عندهم بزاف الحاجات يقدروا يتفضلوا بانهم يعدلوهم. واصلا القانون كيقول بلي طلبه المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه هما اولى في لي ستاج. تحياتي.